بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. على بركة الله تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان الأمير الوالد، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا 14 للقعدان الإجذاع، ومن مسافة 6 كيلومترات جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكب للفائز بالمركز الأول. مباشرة نتقدم مع البداية ومع المركز الأول، حصاد مع المركز الاول بشعار بن حتروش، راشد بن علي بن حمد بن حتروش من يتقدم مع البدايه ومع المركز الاول. المركز الثاني هنا مبلش محمد بن بخيت بن حمد بن قريع يتقدم مع المركز الثاني ومع مبلش على ثاني التحديات. المركز الثالث متابعينا الكرام موفق بشعار عبد الله بن راشد بن محمد بن ديلا، ولكن تغير هنا المركز الثالث من قبل الذيب راشد بن عبد الهادي بن علي الشهواني، من غير المجريات الى المركز الثالث هنا بشعار الشهواني. المركز الخامس، خامس الاسماء وخامس المراكز، موفق بشعار راشد بن سالم بن حمد آل سنيد مع خامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة هنا في هذا التحدي وفي هذه الإثارة. نعود مع البداية، نعود مع حصاد، حصاد مع المركز الأول، حصاد يبي يحصد الناموس، يبي يحصد التويوتا لاند كروزر بيكب مع بن حتروش راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، يتقدم مع المركز الاول. المركز الثاني هنا يحضر شعار بن قريع يتقدم مع المركز الثاني. مبلش يا مبلش، مبلش مع المركز الثاني، محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري يتقدم مع المركز الثاني، ولكن الشهواني، الشهواني وصل في هذه اللحظات. الذيب بشعار الشهواني يغير الى المركز الثاني، راشد بن عبد الهادي بن علي الشهواني مع الذيب. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات شعار بن ديلة مع موفق عبد الله بن راشد بن محمد بن ديله المري، يتقدم مع المركز الرابع هنا مع موفق، مع موفق، الله يوفق الجميع. المركز الخامس ايضا موفق بشعار بن سنيد راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري مع موفق على خامس التحديات. متابعين الكرام، ها هي الخمسة المراكز، ها هي الخمسة الشعارات الحاضرة هنا مع البداية، هنا مع هذا التحدي، تحدي سن الإجذاع. نعود مع البداية، نعود مع شعار بن حتروش من يتقدم مع حصاد، حصاد مع المركز الأول راشد بن علي بن حمد بن حتروش يتقدم مع البداية، يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني مبلش، 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 يا بلشتكم من مبلش. محمد بن بخيت بن قريع يتقدم مع المركز الثاني، الوصول هنا من شعار الشهواني على ثالث المراكز مع الذيب راشد بن عبد الهادي بن علي الشهواني مع الذيب على ثالث المراكز. المركز الرابع
الرابع هنا وصل بنديلة، وصل موفق، وصل غير مع المركز الثالث عبد الله بن راشد بن محمد بنديلة المري، يصل مع موفق في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، الذيب يا بن حفيظ، الذيب يا بن حفيظ، سالم بن حفيظ بن سالم المري يغير إلى المركز الثالث. وأيضا وصل في هذه اللحظات، وصل جسمر سالم بن جهيم المري، يقدم لنا جسمر مع المركز الخامس. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول. لا زال بن حتروش مسيطر ومتحكم بهذا المسار وبهذا الانطلاق مع حصاد. من ينطلق؟ حصاد مع المركز الاول. المركز الثاني مبلش، مبلش بن قريع على ثاني المراكز، على ثاني التحديات مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا الذيب سالم بن حفيظ بن سالم المري، وايضا موفق بن ديلة مع المركز الرابع. المركز الخامس حضر، حضر مع البخيت، مع شعار البخيت سالم بن عبد الله البخيت، ولكن حصاد، 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 1200 ما تبقى عن خط النهاية. انطلق بن حتروش مع حصاد، ولكن بن قريع، بن قريع، بن قريع مع مبلش، 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 الكيل الأخير، الكيل الخطير، الكيل المثير ما بين بن حتروش وما بين بن قريع وما بين بن حفيظ وما بين بن ديلة. الأمتار الأخيرة، انطلق حصاد، حصاد، حصاد يبي يحصد التيوتا لاند كروزر بيكب، ولكن بن قريع، بن قريع، بن قريع غير مع مبلش، غير مع مبلش، انطلق مبلش، محمد بن بخيت، بن حمد بن قريع، بن ديلة واصل مع موفق، 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 ولكن مبلش، مبلش، التيوتا لاند كروزر بيكب غادر به بن قريع، غادر به بن قريع، غادر بسلامات، غادر بالناموس. مبلش، 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 يا بلشتكم من مبلش، يا مبلشهم محمد بن بخيت بن حمد بن قريع، سلام يا مبلش، سلام، سلام يا بن قريع، سلام، سلام يا فاران، سلام، سلام على هذا الفوز والانتصار. تحية واحترام على فوز مبلش بالتويوتا لاند كروزر بيكاب، تهانينا والناموس المركز الثاني. موفق عبد الله بن راشد بن محمد بن ديلة المركز الثالث، حصاد راشد بن علي بن حمد بن حتروش المركز الرابع، الذيب سالم بن حفيظ بن سالم المري المركز الخامس، شاهين عبد الله بن محمد بن عبد الله الخليفة. متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الذيب، لمالك مبلش محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، من انتزع شوطنا الرابع عشر للإجذاع القعدان والتيوتا لاند كروزر بيكب مع بن قريع. 9:17 44 جزء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني موفق عبد الله بن راشد بن محمد بن انديلة، 9:21 88 جزء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثالث. حصاد راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، 9:23 70 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.